قال إنما يقول حسبك، يعني خلاص لو كانت صدق الله العظيم سنة هنا لكان دله النبي عليه السلام. لماذا القرآن يا إخواني؟ لأنه تدبر، حياة للقلوب. قال الله عز وجل وفتح لمغاليقها، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. إذا انغلق القلب عن القلب وانغلقت الجوارح عن فعل الحلال، فاعلم أن ثمة خلل في تدبرنا للقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قام الليل في آية واحدة، والحديث في الصحيحين: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يرددها الليل كله صلى الله عليه وآله وسلم. تعلم السلف هذا الخلق، فكانت أسماء والحديث في الصحيح بفضل القرآن، بقول ربنا عز وجل: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وترددها وتبكي رضي الله عنها وأرضاها. أحمد بن أبي الحواري كما جاء في ترجمته عند الذهبي كان يقوم الليل، وجاء عند قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فظل يبكي. وكان عنده أحد أصحابه قال: فخرجت في حاجتي ورجعت بعد ساعة فما زال فيها إياك نعبد وإياك نستعين، يرددها ويبكي. إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لأن الله عز وجل بدأ بحقه. إن تحسن عبادة الله وتوحيده تأتيك الإعانة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يدعو حجرا وصنما ووثنا ويدعو وليا إلى غير ذلك لمثل هذه الأمور. إخلاص العبادة لله. يردف النبي عليه الصلاة والسلام معاذا خلفه، والنبي يقول في معاذ الحديث فيه مقال: إن معاذا يسبق العلماء بردوة. الردوة هي رمية ايش؟ رمية الحجر. شوف يوصل لحجر. الناس زمان في بعض البلدان كانت الأراضي فساح فيرمي الحجر، وقت ما وقف الحجر يصير يخبط، يقول هذا الأرض ايش؟ تبع صح ولا مو صح؟ هذا رمي الحجر.